من الفجر اروح القط حطب من جوا الكروم اجيب اخافز العجياني. خبز بالفرن ما جعد ينطون، خبز النظامي وجعد ينطون خبز حر، خمس رقفان بخمس ليرات. إن ما اشتغلنا ما يلا نشتغل يلا نجيب حق ربطة الخبز. أكل ما بيه. نبدأ نجيب العالم. إذا ساعته عم يشتغلها ثلاث ليرات وأربع ليرات، شو بده يسوي؟ يشتغل له ساعتين ثلاث. العيلة كل نهار بدها 100 ليرة، اللي عنده خمس ست أطفال كل نهار بدها 100 ليرة، بس الخبز. من عدا الخضرة، من عدا غيره، من عدا كل شيء ما يتقدر ولا يتثمن. قاعد نشتغل بالفاعل، الفاعل ها خيو قاعد ينطونا الساعة ليرتين، احنا قاعد نشتغل خمس ساعات، الخمس ساعات مش قد بعشر ليرات. أغيو بنا من جميع الأشكال، الغداء خبز ماي شرب كل شيء ما بي، لا توفير للعجيان ولا توفير أكل ولا توفير شيء خالص.